ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم فايز محمد الحسني من جامعة تامسون يونيفرسيتي في كندا. التخصص اللي أدرسه في الجامعة هذه هو اقتصاد وسياسة. التخصص هذا يجمع ما بين المتعة والرغبة، يجمع ما بين السوق والعمل، يجمع ما بين الرغبة والإنتاج، يجمع ما بين الرغبة والوظيفة والمستقبل. هذا التخصص في الجامعة طبعا يبدأ بأول سنتين في تركيز على القسم الاقتصادي، وسنتين الأخيرة يكون تركيزها أعلى في القسم السياسي. التخصص هذا طبعا يساعدك بشكل كبير أنه تفهم العالم من حولك، تفهم وش قاعد يقول هذا، تفهم وش تقول الحكومة هذه، يفهم وش يقول، تفهم وش يقول المسؤول هذا، تعرف ينمي عندك مهارات التحليل السياسي والتحليل الاقتصادي، أيضا يساعدك في حياتك العملية من ناحية الاقتصادية، طريقة تصريفك للفلوس أو الثروة الشخصية بشكل عام، إدارتك لوقتك لنفسك، يساعدك أيضا في مهارة تحديد الاختيارات. وأنصح طبعا كل من هو مهتم بدراسة الاقتصاد أو السياسة، هناك كثير من الناس يقول أنا والله أحب السياسة بس ما لها مستقبل، هذا التخصص يتيح لك المستقبل العملي الوظيفي من ناحية ارتباط القوي في مادة في قسم الاقتصاد، وهو مطلوب جدا في سوق العمل هذه الأيام، وأيضا السياسة مطلوبة جدا من ناحية سوق العمل الحكومي. نصيحتي لك أنه تتقدم للتخصص هذا بالطريقة هذه. طبعا هناك يوجد أكثر من قسم داخلي في هذا التخصص، تكون يعني بعيد فيه عن دراسة الاقتصاد، تكون مركز في مثلا دراسة السياسة الدولية أو سياسة الحكومات أو منطقة معينة من العالم مثل جنوب أمريكا أو شمال أو شرق آسيا أو شمال أوروبا. فقسم الاقتصاد والسياسة مع بعض هذه تفتح لك أبواب كثيرة، وتقدر تأخذ معها أيضا ماينر، يكون أي تخصص آخر ممكن يدعم شهادتك.